الله محبة. قل خيرا أو اصمت. عايزين ما نغلطش في بعض، نحب بعض، نلتمس لأخيك العذر. من منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. لأن الناس كانوا صادقين زمان، ولا واحد رمى حجر. إحنا دلوقتي الست أو الإنسان الفاسد بيجيب عربية زلط ويحدف على أساس أن تحديف الزلط ده دليل الإيه؟ البراءة والطهارة. لا، مش عايزين نتهم بعض بالفساد. نحاول والقانون ياخد مجراه من خلال القنوات الشرعية وليس من خلال القنوات الإعلامية. القانون إحنا أحيانا بنسيء وبندمر أسر بسبق الأحداث وتوجيه اتهامات للناس بلا ذنب. وأنا يمكن أسيت من هذا الكلام ولصق على لساني كلام وما قلتوش وترفع علي قضايا، وأنا ما رفضت أرفع قضايا على ناس كتير لأن أنا بلتمس للناس العذر. يعني في إن شاء الله الخير جاي بالنسبة لمصر. جاي. إن شاء الله. مصر الجديدة جاية جاي إن شاء الله. حبوا بعض. حبوا بعض. يعني أنا دايما من المقولات الجميلة، يعني البعض يعني بيقولوا إيه في القرآن، بيقول لك عباد الرحمن إذا خطبهم المجاهلون قالوا سلاما. السيد المسيح بيقول من لطق على خدك الأيمن أذله الأيسر. ده مش ضعف يا حبيب قلبي، أنت ضربتني بالقلم، إذا كان ده هيريحك ويشفيك من اللي أنت فيك اتفضل. فبكسف اللي قصادي. لو ابنك الصغير، ابن أخوك الصغير ضربك وداس على رجلك، هتضربه بالشلوت؟ هتقول طفل. فكل ما ارتفع شأنك الإيماني والأخلاقي وحسيت بقيمتك، هتبص للكبار اللي بيشتموك وتقول سليم ربنا يهدي مصلحة.